ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عند حسين كده كانت اي متر كان ما عنده فيه 25 وكان فيه ب30. المقلم ده كان ب25، هو على قطن شوي. كانت فيه عنده حاجات حلوة اوي الاسبوع ده. 20 ومش تقطن على فكرة، 25 جنيه. اهو شايفين القماشات ما شاء الله، جاب قماش حلو اوي النهاردة، 25 جنيه. ده قماش اهو المتر ب30 جنيه، حلو ومشطه وطريه جميله. المتر ب30، ده كله فين عند حسين؟ ده كلها عبايات اهو. ده المتر ب30 ما شاء الله، جاب جوان شويه شغل حلو اوي النهارده اهو. ده كلها قماش ما شاء الله طريه اهي، المتر ب30 جنيه. وده المتر ب30، ده قماش اهو المتر ب30 جنيه. ده كلها شميزات على فكره، المتر ب30 جنيه، ومشيتها ما شاء الله جميله. المتر ب30 جنيه، حلو اوي تحفه. شايفين ده كله فين عند حسين؟ عنده كل حاجة المتر ب30 جنيه. هنشوف حاجات عنده، حاجات سواريه اهيت، حاجات بتلمع. بكم من هنا يا حسين؟ كمان بقية الحاجات اللي عنده بقى، في حاجات جلاليب متقفلة، في جلاليب انت بتاخديها بقى تجمعيها وتعمليها، كان بيباعها ب60 جنيه. وكان عنده اي جلابية ب100 جنيه. كان عنده بقى اشكال مختلفة كتير، انت كل ما بتقلبي وكل ما بتلاقي ايه حاجات مختلفة. شوف انت ب10 جنيه اهو، ده كله فين عند حسين؟ متر ب10 جنيه. دي جيوب اهيت، جيوب جلاليب اهيت، ده كله عند حسين اهي. مش شايفين شكلها؟ مثلا بتبقى مثلا ب5 ب10، زي ما يقول لك بقى الاتنين تقريبا ب10 جنيه، لو انت بقى بتفصلي توفقي اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ده كله فين عند حسين؟ عنده بقى قماش في جلاليب، دي كمام كم تقريبا ب10 جنيه، في سكوت بقى المتر متر ب25، في ب25 وفي ب30، مش كله ده المقلم اهوت. يعني عنده تشكيلة حلوة. المنقط ده بكام يا حسين؟ حلو اوي المنقط ده اهوت، قماش طرية على فكرة. كل حاجة ولها سعرها، يعني ب30 وب25 مش كله. وفي نص عباية زي ما يقول لك بقى انت بتاخديها، العبايه كانت تقريبا كانت ب75 جنيه. ده دي عبايه هتقفلي انت بقى بتدوري على حاجتها اهو. شايف الشغل كده؟ يعني ده كله فين عند حسين؟ دي في حتت فسكوس بقى كتير اهو. دي عبايه، دي حاجات مش مطرز، لو انت بقى بتعرفي تفصلي اهو. شايف الشغل بتاعه حلو قوي ده. ده كله اهو، ده قماش، دي عبايات مقصوصة بردك، بس دي كمامة هي، دي مقصوصة، دي كم دي كم اهو. انت طبعا بتدوري ده كم مقصوص على قد كل دي كمام، انت بقى بتدوري على بقيتها بقى وتوفي. دي كمامة هي، دي حردات بردك اهي. بدور على اختها الثانية. بذور كتير، انت بتجمع بقى الصدر مع بعض، الصدر بالكمام ببقية الجلابية. كمام اهيت، وتتوفي في منها الوانات كتير تقريبا، في الاصفر وفي اللون دوت. تقعدي براحتك وتنقي اللي انت عاوزاه. في حاجات بقى هو بيقولك ب20 ب15، مش كله حسب ما توفي. دي حاجات مقصوصة اهي، حلوة قوي الحاجات دي. دي جلابية اهي مقصوصة اهي اهي كاملة، انت بقى بتدوري بقى على الباقي. دور العباية ب60 جنيه، تقعدي بقى اهي تدوري كده اهو. ده كم، ده كم اهو، ده صدر، ده صدر اهو. شايفين العباية على التقفيل ب60 جنيه. ده كم اهو، وده صدر اهو انت بتدور عليه. دي اهو صدر اهو، ده هي نص اللي قدام، النص اللي قدام اهي. العباية على التقفيل ب60 جنيه، عباية على التقفيل ب60 جنيه. ده اهو الوش بتاعها، وده اهو الديل اهو. شايفين الديل بتاعها؟ الديل بتاعها اهو، الديل بتاعها زي ما انتم شايفين كده اهو، حلوه قوي الديل اهو. ده كل العبايه بقى بتنقيها بقى، بس العبايه اللي بعدها ب60 جنيه. ايه ده؟ صدر، وده صدر اهو، وده كم، ممكن تمشيها كمين. حلوه قوي الفسكوس ده، حته الفسكوس ده جميله.
الفسكوز بكم؟ حتة الفسكوز من هنا يا حسين بكم من هنا؟ حتة الفسكوز ب30 جنيه. المتر ب30 جنيه؟ بس اظبطهم كده عشان قدامك كده. ده المتر ب30 جنيه اللي انت بتفرده ده؟ في ايدك كبيره هنا. ده المتر ب30 جنيه حلو قوي ده. 30 جنيه المتر ب30. ده المتر بخمسة جنيه. تاخد المقاس؟ لا هات ال5 جنيه. هو ب5 جنيه. المتر ب30 جنيه ده فسكوز اهو. المتر ب30 جنيه جميل حلو قوي ده. تحفة بصراحة. جايب تشكيلة حلوة قوي النهاردة. في الفسكوز اهو. ده ستان المتر ب30 برضك اهو. ده ستان اهو. وفي شفون. حلوة قوي دي جميلة. تحفة بصراحة. تقفيل اهي ب60 جنيه عند حسين. حلوة قوي. بتلاقي حاجات مختلفه كتير يعني. عنده فسكوز قماش وعنده جلاليب على التقفيل وعنده جلاليب متقفله كانت ب 100 جنيه. شوف بقيه الفيديو، نكمل بقيه الفيديو معايا كده عشان نشوف بقيه الحاجات مع بعض كده. ده قماشه سوداء كان المتر ب 30 جنيه. في منها على قطن وفي منها فسكوز يعني مش كله، وفي منها كريب وفي حاجات يعني في حاجات كتير مختلفه بصراحه. انت كل ما بتقلبي كل ما بتلاقي ايه حاجات. في حاجات ستان حلوه قوي المقلمه دي تبقى حلوه في الشميزات. وفي حاجات ب25 مش كله، كل حاجه وايه لا سعرها. كان نكمل كده مع بعض نشوف الحاجات اللي عنده. دي كمان اهي 25 جنيه. ده مكتوب اهو ده ب25 جنيه. ده ستان، ده شيفون متر ب10. عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنشوف بقيه الحاجات مع بعض كده. كان عنده جلاليب متقفله كانت ب 100 جنيه، اي جلابيه ب 100. كان عنده تشكيله حاجات قطن وحاجات فسكوز، حاجات كريب، حاجات ستان وشيفون. كانت في تشكيله مختلفه. وفي كانت جلاليب متقفله كانت الجلابيه ب 100 جنيه حلوه قوي. السمره ديت كانت على قطن شويه. اي متر كان في حاجات ب 30 وكانت في حاجات ب25 مش كله، كل حاجه له سعر. لو انت بقى بتفصلي بقى بتفكري يعني، لو انت لك وجهه نظر بقى اكيد في الحاجه بتاخديها تشوف الشكل الرسمه اللي انت هتعمليها. الاسمر ده كانت الحته ب10 جنيه اللي هي ال 10. ده ب10 جنيه اهي الحته ب10. اورجانزا اهو ب10. حلو قوي ده اهو. حلو قوي الاورجانزا دوت. حلو شايفين ده متر ب50 جنيه. كان في منه تشكيله دي بتاخديه بقى تشكلي بيه بقى على عبايات، عبايات سودة، عبايات استقبال، زي ما تحطيها تعملها كنار، تعملها كم، تعملها صدر، زي ما انت عاوزه. كان المتر ب50 جنيه. كان في منه دوت، كان في الزهري، وكان في لون تقريبا تاني يعني. تقريبا هما كانوا 3 الوان. هو بالمتر كده في كذا لون يعني، بيبقى في موف واخضر واحمر. حلو جميل. شايفين الشكل ده حلو قوي ده. عنده تشكيلة حلوة اوي النهاردة. ده كله عند حسين. وده كان ب25. ده ب25 جنيه. حلو اوي. ده ب25. ده كمان ب25. ده كله اهو ب25. ب25 ب30. ده كله كان عند حسين. ده كله عند حسين. شايفين الشكل ده كله عند حسين. دي كلها كانت عند حسين. كانت في حاجات ب30 وحاجات ب25 وعنده جلاليب ب100 مش كله. دي كمان اهي حلوة اوي. دي جلابية. دي جلابية ب100 جنيه. كان عنده تشكيلة حلوة بصراحة. الأبيض في زهري، كان في لون أخضر. أي جلابية ب100 جنيه. كانت أي جلابية ب100 جنيه زي ما انتوا شايفين كده حلوة. الأخضر دي جميلة. كانت في الأزرق، وكان في الأزرق في أحمر الفواردي دي. كان في حاجات مشغولة عليها حلوة أوي. القماشة بتاعتها جميلة. دي كانت ب100. كان في منها 3 أشكال أو 4 أشكال. لكن الأسبوعين اللي قبله اللي فاتوا أو الـ3 الأسابيع اللي فاتوا كان بيجيب تشكيلة أكتر من كده. كان في منها ألوانات كتير، وكان بصراحة كان جاب تشكيلة حلوة. لكن الأسبوع ده التشكيلة ايه، ما كان جاب، كان جاب حاجات بسيطة جميلة. شايفين شكلها حمل ب100 جنيه. ب100 ده كله 100. أي جلابية ب100 جنيه. ده كله فين عند حسين؟ ب100 جنيه. ده كله عند حسين. السكوز ده المتر ب30 جنيه. في منه الأصفر والأسود. كانت في منه ألوانات كتير. في ممكن حتة تلاقي مترين، متر ونص. انت وحظك زي ما تاخديها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوا ان شاء الله في الفيديو القادم.